السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا بشير. طبعا اليوم أنا التقيت بعض صديقي أزمو. أنا طبعا عندي بيوت كثيرة في ماينكرافت، فسوف أقول له أن يذهب معي إلى بيتي وأن أعطيه بيتي وأذهب إلى بيت آخر. لماذا؟ لأن عندي بيوت كثيرة كثيرة كثيرة. أوكي، طبعا هذا بيتي صفاطية، هناك ملعب مقابل، لكن أن يعطيني دايما وذهب، هذا الذهب وهذا الدايمة، أن يعطيني كثير أم قليل، لكن لا أريد أن يعطيني واحد. طبعا أصدقائي سوف أذهب إلى صديقي آزمو الآن. أصدقائي لقد تعبت جدا. واو، ما هذا الشيء؟ يمكن أنه لقد صنعه آزمو، هل يعقل؟ ما هذا الشيء؟ أوكي، هذا الطريق إلى بيت صاحبي آزمو، إنه صديقي العزيز في ماينكرافت. هذا بيته. ألو، مان، أنا بشير صديقك يا آزمو، تفضل. كيف حالك يا بشير؟ الحمد لله يا أزمو، وأنت كيف حالك؟ الحمد لله. لماذا جئت؟ سوف أقول لك لماذا جئت يا أزمو. هل تعرف أنني جئت يا أزمو؟ لأن أنا عندي بيوت كثيرة، فقررت أن أعطيك بيتي وأذهب إلى بيت آخر. هناك عند بيتك ملعب، هناك ملاعب كثيرة، حتى هناك ملعب كبير تستطيع أن تذهب. أنا سوف أكون هناك، دائما أكون هنا وتشاهد المباريات، لكن تعطيهم دائما والذهب. أوكي، متى؟ الآن، هيا يا أزمو. أوكي يا بشير. أوكي أصدقائي، طبعا أصدقائي لوفي وراي أزمو، هو كان اسمه لوفي لكن أنا اسمه أزمو. أنا هو بيتك يا أزمو، أنا هو كان. طبعا أزمو صديقي، هذا متجر لك مالي، لكن هو مغلق، سوف يفتحه يوم من الأيام. أين هو البيت؟ أزمو، هذا بيتك وهذا الملعب مالك. أوكي، شكرا يا بشير. عفوا يا أزمو، أنت صديقي العزيز في ماينكرافت. أوكي، إذا تريد شيئا أنت تعرف أين بيتي صح؟ لقد كنت تزورني صح؟ نعم كنت أزورك يا بشير. إذا تريد مني أي شيء فتعال. أوكي، إلى اللقاء. طبعا أصدقائي، أنا لوفي، كان اسمي زمان لوفي لكن الآن اسمي أزمو. لا تنسوا الاشتراك في القناة ولايك وشير وكومنت وجرس التنبيهات ليصلكم كل جديد.